هلأ بفقرتنا الثانية رح نحكي بما أنه أيام بتفصلنا عن امتحانات طلابنا بالحلقة الأولى من التعليم الأساسي، وهي الفترة كتير بتكون مجهدة نوعا ما للطلاب والأهل. أكيد هي الفترة بحاجة الطلاب لدعم أكثر واهتمام أكثر لحتى يمكن يطلعوا بنجاح كتير كبير يا رشا، ويكونوا أهلهم فرحانين فيهم. بس هذا الضغط يعني يا فرحة ما تمنعت تماما هذا الضغط عم بيكون على الأهل أكثر ما يكون على الطالب. أكيد. اليوم دائما هم الأهل الأول، الدراسة، دراسة هذا الطفل، والعدو الأول لهذا الطفل عم يكون الدراسة بنفس الوقت. يعني يوم أنا كيف قادر أقنع هذا الطفل أنه أنا من محبتي، مو لأنه أنا حابة يسيطر عليك، مو لأنه أنا حابة أضغط عليك، بدي إياك اليوم تكون عندك هذا التحصيل العلمي. فاليوم في شروط كثير يعني مهمة لنجاح هذا الطالب طبعاً. وفي أيضا تحذيرات مفروض نحن نبتعد عنها أثناء فترة الامتحانات، كرمال مو بس نضغط هذا الطالب، كرمال أيضا النفسية عنده تكون مرتاحة ويقدر يقدم شيء ولو جزء بسيط من أحلامنا. يعني دائما الأهل أحلامهم كتير كبيرة بأطفالهم. اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، وخاصة مثل ما قلنا نحن بمرحلة بلشنا نحضر للامتحانات. وظيفتنا لليوم هي الأخصائية التربوية ولاء لحلح. يسعد صباحك يا ولاء. يسعد صباحكم ان شاء الله يا رب، كل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله تكون سنه خير وفرح وسعاده لكم ولجميع الساده اللي عم يحضرونا وعلى سوريا بشكل عام. ينعاد عليكم بكل الخير ولاء. هلا وسهلا دكتوره ولاء. خلينا بدايه ضمن صباحنا وضمن هاي الفقره نحن منركزين على طلاب التعليم الاساسي. نحن هلا بشهر الانقطاع والتحضيرات للامتحانات، خلينا نوضح شو هي الطريقه الصحيحه اليوم للدراسه. هلا الطريقة الصحيحة للدراسة يفترض انه تكون بلشت من قبل فترة الامتحانات، لكن اهم الطرق او اهم الخطوات اللي لازم نتبعها اللي هي تنظيم اوقات الدراسة. يعني ان كان الام او الاب يلي مشرفين على تدريس ابنائهم بيعرفوا ابني مثلا ضعيف بهي المادة او متوسط بالمادة الفلانية، فانا ممكن خصص له وقت اطول من 3 لـ4 ساعات فرضا. اما مثلا المادة الفلانية فابني مجتهد فيها، ممكن مر عليها مرور الكرام نص ساعة يوميا. فالنقطة الأولى والأساسية هي تنظيم أوقات الدراسة حسب قدرات ابني العقلية وحسب مستوى ذكاء هذا الطالب على كل مادة على حدة. الأمر الثاني اللي كتير مهم كمان يلي هو الروتين اليومي، الروتين اليومي لهذا الابن ولهذا الطالب بشكل عام، من وجبات طعام، من أكل صحي، من ساعات نوم كافية، لأنه النوم ساعات النوم الكافية رح تأثر على مزاج هذا الطفل. فنحن بننصح من 6 لـ8 ساعات يوميا من النوم. كل ما كان هذا الطفل آخذ راحته من هذا النوم فبالتالي رح تكون نفسيته مرتاحة، رح يكون ذهنه صافي، رح يقدر يركز أكثر بدراسته. كمان الأمر الثالث اللي هو كتير مهم وكتير ضروري، ممارسة الرياضة. الرياضة مثل ما بتنشط الدم، بتنشط الدورة الدموية داخل الدم، كمان هي رح تنشط الذهن، رح تنشط الدماغ وتساعد على مستوى تحسين الحفظ والتركيز بالذاكرة أكثر. وكمان الأمر يلي كتير مهم، نحن بننصح أخذ استراحة متقطعة ما بين ساعات الدراسة. طبعاً نرجع نأكد أنه الأم أو الأب يلي مشرفين على تدريس هذا الطالب هن الأدرى، لكن نحن بشكل عام بننصح أنه كل ساعة ربع ساعة استراحة طبعاً. أو الطريقة الثانية كل ساعتين يكون في نص ساعة استراحة. هاي النص ساعة كافية انه المعلومات ترسخ، المعلومات ما الطالب ينساها فورا او تطير من الافكار من عقله فورا. هاي النص ساعة كفيلة بترسيخ المعلومات بالذهن، كفيلة بإعادة استرجاعها اثناء يعني الامتحان، اثناء تقديمه للامتحان. تمام. اليوم عم تذكرينا حضرتك بايام، او خلينا نقول بالبرنامج اللي كنا ماشيين عليه زمان، يعني تبع الاستراحة والنوم التغذية، إصرار الأهل اليوم على متابعة هذا المستوى التعليمي، ولكن اليوم الزمن اختلف. يعني أكيد. ما بدنا نقول فقدنا السيطرة بشكل كامل، ولكن التكنولوجيا والتطورات اللي صارت تلعب دور كتير مهم. وإضافة إلى ذلك اليوم نحن ما بدنا ننسى، لكونه عم نحكي عن تعليم أساسي، ضغط المنهاج. اليوم أي حد عم يشوفنا بيعرف أنه اليوم طالب صف الأول بحاجة إلى أنسة خاصة يعني بالبيت أو متابعة بالمعهد. هلأ اليوم هذا شغل التربية أكيد، ولكن اليوم ما فينا ما نقول أنه ما في ضغط بالمنهاج، ما في ضغط على الطالب. اليوم فرقت هاي الأيام، كمان احنا اليوم بحاجة نراعي ظروف الطالب. يعني خلينا نحكي بهاي النقطة، احنا كيف قادرين يعني ننسق ما بين ضغط المنهاج والمستوى العقلي عند الطفل أو الطاقات الموجودة عنده. اليوم دائما الأم بتروح للمقارنة، دائما بدها مثل فلان،
قد ايه هذا الشيء سلبي بحياه الطفل؟ ونراعي كثير مهم اليوم ضغط عن جد المنهاج لانه جدا مكثف يعني. هلا السؤال اللي سالتيه للامانه كثير حلو، هو من ضمن الواقع من ضمن حياتنا. فمثل ما تفضلتي جيلنا هلا غير جيل قبل، هذا التطور يلي وصلنا له، هي الحضاره يلي وصلنا لها، بدنا ناخذها بعين الاعتبار من الناحيه الايجابيه، من الناحيه اللي بتفيدني انا كأم وبتفيد ابني كطالب ضمن المدرسه، يعني نحن بعصر التكنولوجيا وبعصر الانترنت، فيفترض على الاهل انا بدل ما اعطي ابني التليفون مثلا ساعتين ثلاثه يحضر افلام كرتون، يحضر مثلا فيلم كوميدي، انا فيني وجهه يستخدم هذا النت بالطريقه الصح. يعني مثلا طلاب صف الاول والثاني فينا نحط لهم في كثير اغاني، متعلم الاحرف، متعلم الارقام، متعلم كلمات بالانجليزي، وهي الطريقه رح تسهل على الطالب تقبل المعلومات ضمن المدرسه، انه مرق عليه هي المعلومه، شكل الغنيه، هو عم يستخدم حواس اكثر، بالتالي رح تعلق اكثر المعلومه بذهنه. اما اهم الطرق منهاج هذا الضخم، هلا اكيد نحن تحياتنا لكل كوادر العمل التدريسي واكيد وزاره التربيه تشكر على جهودها، ضغط هذا المنهاج لان الطلاب اذكياء جدا، يعني هذا الجيل اوعى من عمره، كلنا بنعرف انه هذا الجيل اكبر من عمره، يعني اذا بنقارن هذا الجيل بجيلنا يمكن في كثير شغلات هذا الجيل وصلان لها نحن وصلنا لها بعمر متاخر. اكيد. بعمر ابعد من هيك بكثير. قديمين صرنا كثير. فهي النقطة كمان بدنا ناخذها بعين الاعتبار، فهون دور الأم والأب، أنا ابني قبل ما يفوت على المدرسة حتى تابع معه بالبيت، ممكن نحطه ضمن الروضة، وأنا شخصياً برأيي الشخصي آخر أسلوب ممكن نعتمده هو أستاذ خصوصي أو أنس خصوصي. بس هي ظاهرة جداً شائعة اليوم، ولا عندك أنت أطفال بهذا العمر؟ إيه. وفي متابعة لهم خارج المدرسة؟ متابعتهم معي، يعني اليوم الأم أو الأب يلي مشرفين على التدريس هن يكونوا السند، هن يكونوا الرفيق. طبعا. ابنك أنت قد ما كنتي مثلا متعبة أو مرهقة أو عندك ضغوطات، ابنك دراسته أهم من أي شيء، أنت الوحيدة اللي قادرة تعرفي ابنك بهي المادة شاطر، بهي المادة بحاجة لأكثر، ابني هلا مثلا مل ما عاد قادر إنه يدرس أكثر، فأنت بتعرفي ظروفه النفسية، بتعرفي حالته النفسية، بتعرفي ايمت بمل، بتعرفي مستوى ذكائه، فلهيك أنا بنصح يكون التدريس بالمراحل الأساسية بمرحلة التعليم الأساسي من الأم والأب بشكل خاص. واكيد بنأكد على نقطه كثير مهمه وكثير ضروريه يلي هي المتابعه ما بين الاهل والكادر التدريسي، لازم يكون في متابعه طيله العام، يعني انا مو خلص حطيت ابني بهالمدرسه وخلص بلقي كل العبء الدراسي على الانسه او الاستاذ، لا انا يفترض تابع مع الانسه او الاستاذ المشرف على تدريس ابني بشكل تقريبا شبه يومي. هون بيكون في تواصل متبادل، بيكون في تواصل شبه يومي بين الاهل وبين الكادر التدريسي. اذا لا سمح الله صار تقصير عند هذا الطالب بماده معينه، فخلال فتره قصيره رح يقدروا يتجاوزوا هذا التقصير. اما بعض الامهات اللي للاسف هي بتحل الوظيفه لابنها، او خلص روح على المدرسه والانسه بتشرح والانسه بتقول لك والانسه بتساعدك والانسه بتفيدك، فهون الابن رح يوصل للصف الثالث الرابع وهو خلص انت عم تعملي ستوب لعقله، انت ما عم تسمحي له يفكر، ما عم تسمحي له يخترع، ما عم تسمحي له انه حتى يحاول يجاوب على اتكال كثير، بصير اتكال او هي الوظيفه. مثل ما تفضلتي رح يكون حدا اتكالي، ما رح يكون عنده حس المسؤوليه اتجاه التعليم وقيمته واثر هذا التعليم الدراسي على حياته اولا وعلى مستقبله بشكل عام. طيب ولا اليوم نحن بنعرف انه عكس النجاح هو الفشل، اليوم خلينا نعرف الفشل الدراسي، ايمت ممكن يكون الطالب فاشل دراسيا؟ هل ممكن لما ياثر بدراسته فتره معينه احنا نعتبره شخص فاشل؟ خلينا نعطي امثله عن هذا الموضوع. هلا الفشل الدراسي كتعريف واضح وبسيط مشان الاشخاص اللي عم يشاهدونا، هو عدم فهم او عدم استيعاب او عدم قدره الطالب على التركيز بكذا ماده ولطيله العام الدراسي. يعني فرضا هذا الطالب اكثر من اربع مواد او خمس مواد هو ما عم يقدر يكون بالوسط، حتى مو بالجيد او بالممتاز، هو ما عم يقدر يكون بالحاله الوسط من التركيز، فهون نحن بنقول هذا الطالب فاشل دراسيا. اما اذا كان هذا التقصير بماده واحده مثلا او لفتره مؤقته، فهون نحن ما بنسميه فشل دراسي، بنسميه تقصير دراسي.
قد يكون لعدة أسباب هذا التقصير. هون أنا بدي أسألك بس نحن خلينا نضوي على فكرة أنه نحن ما نقول فشل اليوم، هذا الفشل هو ما هو فشل معمم بالحياة. اليوم بجوز في ناس كتير ما عندها هي الشهادات الجامعية ولكن هي مبدعة بمجال آخر يعني وإلى اسمها بالبلد يعني. فدائما نحن منعاني من فوبية أنه ما معك جامعة أنت معك يعني في فشل بحياتك. فيمكن خلينا نقول النجاحات بتكون أيضا بنواحي تانية بالحياة الاجتماعية. ذكرتي حضرتك مفهوم الفشل، هذا الفشل له أسباب ودائما كونه عم نحكي عن التعليم الأساسي والمرحلة الأولى بحياة الطفل، فبتحس اليوم الإرشادات موجهة للأهل أكثر من الطفل. اليوم أنا إذا ماني قادرة أو بعرف كيف بدي أتصرف صح مع هذا الطفل فشو ما طلع منه عادي يعني، لأنه بالأصل أنا ما وجهت صح. يعني أنا اليوم كيف بقدر أنه ابني ما يوصل لمرحلة الفشل الدراسي؟ هلا نحن مثل ما ذكرنا لما عم نقول الفشل الدراسي لطلاب التعليم الأساسي اللي هن من الصف الأول للصف السادس، فهون ما رح يكون حتى الطفل نفسه أو الابن نفسه مكتشف قدراته، أنا مبتع صحيح. بالناحية الثانية أو أنا مبتع بالأمور المهنية. أما لما مثل ما تذكرتي حضرتك بالجامعة أو بفترة الشباب فهون هو قادر أنه يعرف ميوله الإبداعية وين وقادر يشتغل وينمي هي الميول الإبداعية. أما لأسباب الفشل الدراسي في أسباب كثيرة، أهمها ممكن يكون في خلافات عائلية ضمن المنزل. يعني اليوم أي ضغط عائلي أي مشكلة عائلية بين الأب والأم رح تأثر على نفسية هذا الطفل، بالتالي رح تعمل له تشتيت وعدم تركيز بأموره الدراسية أيا كان عمره صف أول أو صف خامس أو صف سادس. كمان أحد الأسباب يلي بتأدي للفشل الدراسي أو عدم التركيز الدراسي ممكن أحيانا طريقة شرح الأنسة أو الأستاذ، قد تكون طريقة كلاسيكية طريقة روتينية وممكن يكون الشرح الأستاذ أو الأنسة كتير ممتاز وكتير حلو لكن الطالب ما عنده حب لهي المادة لهيك ما عم يقدر يكون شاطر فيها. وكمان السبب الثالث الحالة النفسية عند الطفل، ممكن يكون عنده حالة نفسية أو اضطراب نفسي، هذا الشيء عم يخليه ما يركز ما يكون بالمستوى المطلوب من الدراسة. وهون بيتوجب على الأهل مراقبة هذا الطفل بالبيت وضمن المدرسة والمتابعة مع الأنسة المسؤولة عن تدريس هذا الطفل، وإذا اضطر الأمر يتدخل أخصائي أو طبيب فهن ما يوقفوا، لأنه كل الأطفال بالمجمل أذكياء، بس عرفنا السبب نحن قدرنا نعالج المشكلة الحقيقية. فإذا كان السبب الرئيسي هي خلافات عائلية بين الأم والأب فيعملوا على إصلاح هي الفجوة، يحاولوا يتفادوا هي المشاكل وخصوصا فترة الامتحانات. أما إذا كان السبب بطريقة شرح الأستاذ أو الأنسة أكيد نوجه لهم تحية حب واحترام وتقدير وبتمنى ما حدا يزعل منا، بس ممكن تكون طريقة كتير كلاسيكية، فهم في متابعة لازم تكون ما بين الأهل والأستاذ نفسه وكمان الكادر التدريسي والإدارة ككل. طريقة يمكن يوم بذاكرة كل حدا فينا اسم معين من المعلمين يعني كان له خلينا نقول طريقة خاصة بحببك بهي المادة وخاصة المواد العلمية اللي كلنا بنحبها بتحس انه الطالب ممكن ينفر من هي المادة او ممكن يحبها يعني. ونحن عن جد بحاجة لتطوير بأساليب التدريس وخاصة ضمن المنهاج الجديد. يعني يمكن كل حدا عم يشوفنا او طلع على منهاج صف الاول، يعني صف الاول اليوم هو يعني بمنهاجه بدرس العلوم عم يحكي عن انعكاس المرآة، كيف عم يصير التبخر، كيف عم يصير الذوبان. يعني هذا الطفل حتى يعني بجوز احيانا تلاقي في لبكه من الكادر التدريسي، كيف انا قادر اوصل المعلومه لهذا الطفل بعمر 6 سنوات. احيانا بيكون الطفل الطريقه تواكب العصر الحالي وتواكب التكنولوجيا اللي نحن فيها. يعني كلنا سمعنا السنة الماضية أستاذ الفيزياء اللي كان عم يشرح الدرس بطريقة الغنية وعلى الشاشة، فكل طلاب البكالوريا حفظت هاي المعلومة. برأيك هي الطريقة صحيحة اليوم؟ هي طريقة صحيحة ليش؟ لأنه نحن عم نستخدم حواس أكثر. كل ما استخدمنا حواس أكثر هالشيء بالتالي رح ينعكس على الذاكرة وعلى مدى التذكر. يعني فرق بين أنا أنسى المعلومة بعد شهر بين تضل عالقة بذهني لسنة ممكن أو حتى أكثر من سنة. مجرد طريقة الغنية وعرض على الشاشة فنحن استخدمنا حاسة النظر، استخدمنا حاسة السمع وحتى اللفظ. يعني أنت عم تستخدمي كذا حاسة بطريقة حلوة بطريقة فكاهية، مع أنه مادة الفيزياء والكيمياء من أغلظ المواد عند طلاب البكالوريا العلمي، لكن الطريقة المبتكرة اللي اخترعها هذا الأستاذ خلتها تعلق بأذهان الطلاب. وهون نرجع للشيء اللي كنا عم نحكي فيه عن طريقة إعطاء الأستاذ أو الأنسة للمادة الدراسية يلي عم يعطوها.
طيب نحن يعني بفترة التحضير للامتحانات لازم يكون في إدارة وضبط كتير كبير للوقت اليوم عند أطفال حتى ما يستغلوها بأشياء مو مهمة. خلينا نوضح اليوم قد ايه مهم ننظم أوقات الدراسة اليوم عند أطفالنا. هلا اكيد نحن لازم نكون حاطين برنامج دراسي يتناسب مع مستوى ذكاء ابني. فرضا ابني عنده حب للماده الفلانيه، فانا ممكن اتغاضى عنها، ممكن طنشها. مثلا انا قبل الامتحان عنده ابني يومين ثلاثه وانا بعرف انه مقصر مثلا بماده الرياضيات، فانا بركز اكثر على ماده الرياضيات. كما بدنا ننوه على نقطه كثير مهمه لكل الاهالي اللي عم يحضرونا، انه الطالب شو ما كان عمره باي مرحله دراسيه بيكون في عنده خوف، بيكون في عنده قلق، بيكون في عنده توتر امتحاني. هذا التوتر طبيعي اذا كان ضمن الحدود الطبيعيه، فهن يحاولوا يخففوا من حده هذا التوتر، يخلقوا بيئه ايجابيه، بيئه نفسيه مريحه. ننصح الام والاب ما يزيدوا هذا الضغط بلا ما يروحوا على الابواب. يعني اليوم من عاطفتهم يعني بتلاقيهم على ابواب المدارس كمان متواجدين اليوم. بجوز بيطلع الطالب يتفاجئ انه كل عيلته واقفه قدام المدرسه، يعني قديش بيعملوا فوبيا القصه كمان. هذا الصراحه امر خاطئ. انا بدي احسسه لابني انه انت قد المسؤوليه، انه انا بوثق فيك، انا بعرف انه انت شاطر وذكي. فاكبر خطا انه الام تستنى ابنها انه يلا خلص فحص وانا ناطرتك، لانه ممكن المره الجايه ابنك قدم فحص طلع ما لقاكي برا او ما لقى الاب ناطره برا. هالشيء رح ياثر على نفسيته بانه لا ليش ما استنوني، في سبب. نعم. فرح يعمل له نوع من الاحباط، نوع من الياس. هالامر بالتالي رح ياثر سلبا على دراسته اكيد. خلينا هيك نرجع لنقطه ذكرتيها انت اليوم، يعني كاخصائيه تربويه اكيد لك نظره خلينا نقول تربويه بموضوع الدرس الخاص للطالب. ليش انت ضد تحبي انه يكون الام هي متواجده، ولكن احنا معظم الامهات يعني اليوم على جميع الجبهات خارج وداخل المنزل، يعني معظم الامهات انهم بوظائف وبعمل اخر خارج المنزل، فبجوز هذا الوقت ما بيسمح لمتابعه الطفل بالبيت، وخاصه يوم الطفل وقت عم يرجع عنده اكثر من واجب، عنده اكثر من ماده حفظيه، وبده ينام بكير وبده يفيق بكير، فالوقت ما منظم بالنسبه للام بالاصل. اليوم كيف قادره انه بالصح انه ما تجيب له هذه الانسه الخاصه او المعهد الخاص، وكيف قادره انه تترك هذا الطفل بدون تنظيم؟ يعني هلا هذا الطفل او هذا الطالب هو ذكي جدا وبيكون عقله مساحه فاضيه، نحن عم ندخل له هاي المعلومات، نحن عم ندخل له هاي الدروس، بالتالي انا لما اطلب من ابني يحل هاي المساله او يحل هاي الوظيفه فهو عم ينمي مهاراته العقليه، عم ينشط عقله، بالتالي عم تتحسن الذاكره عنده وكمان عم تزيد نسبه الذكاء. يعني بعض الاساتذه الخصوصيين هن بيحلوا الوظيفه لهذا الطالب. هلا في حال كان الطالب عنده تقصير دراسي باكثر من ماده ووقت الام او وقت الاب ما بيسمح، فممكن اطلب من ابني انه يحل هو الواجبات الدراسيه، يحل الوظائف اللي عنده، وبعدها بفتره الامتحان ممكن يجيب له استاذ خصوصي او انسه خصوصي تعطيه هذا الدرس الخصوصي. بس الفكره انه ما نخلي عقل هذا الطالب بحاله بلوك، بحاله جمود، بحاله ثبات، انه في من يدرسك وفي من لا، انت بدك تتعب، انت بدك تدرس، انت بدك تجتهد على حالك، ما في نجاح بدون تعب. لهيك اليوم انا لازم يكون في عندي اصرار على ابني على انه هو اللي يبلش. في حال كان في تقصير باكثر من ماده فهون ممكن نلجا للاساتذه الخصوصيه مع المراقبه من الاهل. نعم. يعني اكيد يعطيهم الف عافيه كل الاساتذه ان كان خصوصيين او ضمن المدارس، لكن في لازم نحب اليوم الطفل يعتمد على من الاهل حتى لو كان الاستاذ أكيد. خصوصي. ويمكن ركزنا كثير على دور الاهل وتاثيرهم اليوم على الدراسه عند الطلاب او الاطفال، ولكن اليوم في اشخاص كمان ممكن ياثروا على الدراسه عند الاطفال واللي هنن الرفقه. قد ايه بنسمع اليوم من الرفقه انه مثلا هي الماده رح تيجي سهله، هي الماده كثير صعبه، انا معي ملخصات من استاذ معين، يعني هي الامور قديش ممكن تلعب دور كثير كبير وتأثر على الطالب على تفكيره وممكن ببعض الأحيان تسبب له كثير من الإحباط. أكيد هون بنرجع لموضوع الحالة النفسية، فالطفل أو الطالب المدرسي هو رح يتأثر برفقاته بالمدرسة، رح يتأثر بأولاد الجيران، رح يتأثر بأقاربه اللي من عمره إن كان سلبا أو إيجابا. نعم. فهون نحن بدنا نرجع للحالة النفسية للطفل، كل ما كانت الحالة النفسية جيدة، كل ما كان هذا الطالب واثق بنفسه، كل ما كان متابع أمور الدراسية من بداية العام. هاي نقطة كتير بنركز عليها، إنه نحن ما ننطر لوقت الامتحان لننعجق ونعجق الطالب
وكله لازم يدرسوا مع بعض، لا، من بداية العام الدراسي، متابعة دراسية اليومية، فبالتالي هاي الأمور ممكن ما تأثر عليه بالشكل اللي كتير كبير. أما إذا كان عنده قلق امتحاني مبالغ فيه، إذا كان عنده خوف من الامتحان مبالغ فيه، وهو بنفس الوقت ما أنه مركز بهي المادة الفلانية، فممكن مثل ما تفضلتي كلام الطلاب، كلام رفقاته، أنه أنا معي التلخيص الفلاني، أنا أخذت درس خصوصي، كمان يأثر على حالته النفسية. تمام. طيب اليوم المعلومات كثير مهمة، ونحن بحاجة لإلها كونه نحن على استعدادات للامتحانات بعد عطلة رأس السنة. بدي أرجع عيدك، أتمنى لك هيك كونه نحن يومين حنفوت بسنة جديدة تكون خير عليك وعلى جميع الطلاب والأهالي، ودائما حنقول الله لا يضيع تعب لا طالب ولا أهله. شكرا لك ولحضورك. أكيد، وأنا بدوري بقول لكم إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. أنتِ بألف خير. وآخر نصيحة بوجهها لأهالي الطلاب، إنه ما نقارن ابننا بابن جارتي أو ابن خالتك. هي المقارنة أنت ما فيك تقارنيه، لأنه ظروف ابنك النفسية العائلية الاقتصادية بتختلف عن ظروف ابن جارتك أو أكيد. ابن خالتك. وتمنياتنا لكل الطلاب بالنجاح والتوفيق، ويا رب بتكون سنة خير. دائما الأخصائيين النفسيين بيقولوا لا تقارنوا، ولكن على أرض الواقع لا المقارنة شغالة. من المخرج هي المقارنة رح تولد غيرة سلبية بين ابني وبين الشخص اللي أنا عم قارنه فيه. أكيد. نتشكر نصيحتك المهمة الاختصاصية التربوية ولاء لحلح، يسعد صباحك ونورتينا.